مسرحيات مؤخرا، كان مسرحية الأولاد من الناس يعني من طبعي نحبوا هذا الأخر المسرح يتطور. مرحبا بالمسرح الوطني الجزائري هنا في مدينة العلماء في المسرح الجهوي العلماء. كان عرض جد رائع، شفنا فيه العديد من اللمسات الفنية والعديد من اللحظات يعني اللي كانت مؤثرة نوعا ما. احنا كما كجمهور لمدينة العلماء يعني نرحبوا بهذه المبادرات يعني من المسرح الجهوي العلماء، وهي مسرحية شيقة قيمة ديجا من التراث، تحكي عن التراث تاعنا الجزائري الأصيل، ومسرحية وعزوز. أنا نعرف وعزوز تاع طم الراس، يعني مميز في الهدوء تاعو وفي العمل تاعو مميز، يعني ويزول لك حاجه بهذه المسرحيه ناجحه بزاف، ولكن هي تدخل في العام السياحي يعني في الحقيقه. وهذاك نودو من جاتو انتم عندكم، حنا نسميوه هو براك، اسمه ملح قصه تراثيه يعني من التراث الجزائري.